فينا ما بيحبش الأجازة. حق كل واحد ياخد أجازة. هو الجواز ده إيه يعني؟ مش عارفة مدرسة يعني دخلت؟ ما إحنا الرجالة إحنا شفنا العجب في الفترة بتاعت الحفل. طيب تفتكروا لو الأزواج أخدوا أجازة من بعض هيكونوا مبسوطين؟ لا بكون نسيت بعد الجمعة. لا نسيت مين ده أساس الحلقة النهاردة؟ إحنا جايين لك إحنا الاتنين. أنا علشان أحافظ على العلاقة اللي ما بيننا إحنا الثلاثة ناخد أجازة فاصل ونرجع. كل ده هنعرفه من سامح حسين وشيري وهدي في راجل واتنين ستات غدا الرابعة والنصف عصرا على اون